اليوم بدنا نسأل كادر أسرة الأنباط شو أكتر إشي بيحكي لكم يا مديركم. مين هم الموظفين أول شيء؟ حددي أسماء. مثلا جاد مسميه أنا هيكل الصحافة، شطور بطلع منه رغم أنه مجنون شوي بس منحاول نحد منه. يعني هاي بحكي له رجعي طلع جاد من عندي أو بلدهم تعالوا خذوا جاد وصير يعمل زيك. يعني بعمل لهم أجواء كتير، بعرفش أضل قاعد مكاني. يعني لو بشتغل قد ما بقوم وبحكي مع الشباب كان بنجز باليوم مادتين ثلاث. وعندك الفنان ليث حبش، أنا ملقبه الفنان، مجنني شوي لكن مسيطرين عليه. الفنان فنان. عندك رصرص مجنني، بروح وبيجي بروح وبيجي بنط، بتحكي له الصبح يمين بيجيك بالليل شمال. أكتر كلمة بحكي لي إياها مديري، بس أي زميل من زملائي يعمل مادة مكتوبة أسرها بحكي وهي رصرص بعملها مادة مصور. أنتي روحك طويل كثير، بتموتي بتموتي بتموتي، يلا بسرعة 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 بدنا ننشر بسرعة بالطولي. زي اليوم جلطي لرجائي وشاهين جلطيهم اليوم، هم الفيديو طولت عليه. أكتر كلمة نزل نظارة من عراسك. مين بدك كمان؟ رجائي، رجائي هو أحسن واحد. تعال خد جاد من عندي، شكله جاد كثير بغلبه. محمود هذاك انسي حاله، موت بموت محمود. بحكي لممدوح كيف حالك؟ تمام. عندك رزان كانت شعلة نشاط، رجعت صلها أسبوعين ما بعرف خفت ما بعرف شو السبب. بحكي لي معاك لشهر 12 تكوني محسن نفسيتك. شذا بالتأني السلامة شعارها وبتتأخر السبت. ميناس هاي ناش نحكي لكل خير عليها، انه دغري بتيجي عليك شو معصبة، هاي مشهورة بكلمة شو عندنا. يما مقواك. مين كمان؟ عمر الشيخ تاعنا الله يهدينا ويهدي يا رب، الشيخ عمر الخطيب. عمر قصة نجاح أنباطية لكن مشكلته ملتزم كثير كثير، هو عارف انه جاد بيكذب عليه كثير وبضل دايما يهلس عليه لكن بتحمله. شاهين اجا كويس، شاهين زي البركان زلازل بطلع وبنزل بطلع وبنزل ما بتعرفي، بيجي بالصبح معصب بده ساعتين تا يصحصح، الظهر بشخصية بالليل بشخصية. شوف شو صار بلبنان. نينوى كويسة بس بدها كل شيء بسرعة يجي. داليا مزبوط، داليا مختفية هي، نية بدي أشوفها يا أما بتشتغل يا أما جزء نعمل عليها عقوبات قاسية. كارمن شعلة نشاط بس شربت ميتك وصارت زيك وجننتني شوي. سامع كلمة صباح الخير من برا قد ما هو صوتي عالي. إلاف مجازة إلاف عملت عملية الله يرجعها بالسلامة، شطورة بس برضو صارت بالتأني السلامة. وعندك العروس يا رب أدوسي، تمسكي إيدك يا دوب تقدري تمشي معها، عصبية كثير بتحب تعصب كثير، مفروزة نوتية هي. خليل النظامي الأستاذ خليل بمصر، قعدنا أسبوع نستنى النت لبين ما اشتغل النت ولبين ما أبصر إيش ولبين آخر شيء. يعني وعدني بمادة مبارح لكن للأسف ما صدق معي، ما بعت لي إياها لغاية الآن. ميناس بن ياسين جننيتني بالرياضة، بتحكي لها الصبح إشي بتنط لك إشي وهي بتشجع الحسين إربد وأنا بشجع الفيصلي، فخلاف كبير بيني وبينها لكن نرجع طاولة المفاوضات نتلاقى أنا وياها. زيد الحليق مجنني بالصلط والقصص وبده كرة السلة وبنط هون مش عارف هون. الدكتور عمر الزيبي هلا صار أكاديمي وبلشان لي بالمحاضرات والدنيا ونسي الرياضة. مين بدك كمان؟ عندك سعد، هذا سعد العوايشي لحاله قصة، إن لم تكن فيصلاوي فأنت لم تشجع الرياضة، لازم كل الأردن تكون فيصلاوية، وإذا قلت الوحدات يا ويلك، إن قلت الحسين يا ويلك. فقصة أبو فيصل نفس الموضوع، موسى عثمان روحه طويلة ظل ماشي وراء جاد تخربوا لموسى، كان موسى شاب نشيط ما شاء الله عليه خربوا جاد. منعم يا ريت كل الناس زي منعم، منعم حصتي الكبيرة منعم إله 20 سنة 21 سنة معي أنا وياه
نازلش عن بعض. ملاك البخيت العبادية بتعصب بسرعة، بتعصب كثير، وانت يلا عيني عليكي